ابنية شابة راجعت أحد مراكز التجميل حتى تعتني بالأظافر وما إلى ذلك. تم إقناعها من قبل صاحبة المركز بأنه هي بحاجة إلى نفخ للشفة. اقتنعت بالموضوع وتم حقنها بالفيلر. عادت إلى بيتها لليل، بدأ تورم وزرقاق في الشفة مع حدوث ألم حسب ما تحدثت. طبعا هي اتصلت بصاحبة المركز حتى تبلغها بالمستجدات وبما تطور عليه الحال. أخبرتها أن ذلك التورم ما راح يدوم طويل، يعني طويلا، وأنه هذا شيء طبيعي. بعد أيام هذه الشفة اللي صار بها فيلر صارت سودة، يعني حسب ما تحدثت وشفنا بالصور. فراحت إلى طبيبة أخرى أخبرتها أنها مصابة بالجنجري في الشفة. قصة الحقيقة مؤلمة لشابة كانت تفكر أنه تحسن من شكلها، لكن كانت النتائج سلبية بهذا السوء. يعني حتى أن شوف هذه القصة، هذا تقرير عن عملية نفخ الشفة، يعني تحدثت به هذه الشابة اللي تعرضت لهذه الإصابة. خلونا نشوف. طبعا أنا إحدى ضحايا مراكز التجميل. رحت بإحدى مراكز التجميل دا أسوي أكريليك الأظافر إيدية. فهناك وأني دا أسوي الأكريليك جتي صاحبة المركز إنه هي دكتورة وما أعرف شنو، فوقت إنه تقنعني إنه أنفخ شفتي. فوقع أثناء الحكي وما أعرف شنو شفت أكو ناس يمها يجون ينفخون شفتهم هاي، فأني عادي إنه صار عندي اليواس إنه أنفخ شفتي. فنفخ شفتي ورجعت للبيت إنه الأمور أوكي تمام. بعدين بالليل بدأت تورم شفتي، بدأت تصير بيضة كلش. الألم ما أحكي لكم عن الألم اللي عشته بهاي الليلة. مسكنات ما تفيد، كل شيء صار ما يفيد وياي. ثاني يوم ثالث يوم دزيت لها صورة شفتي، قلت لها بدأ شفتي تزرق، قلت لها عين يعني شفتي شيء تصير؟ كان قل لي أوكي هذا فيلر طبيعي. ويومين ثلاثة يخف. انتظرت يومين ثلاثة، الألم اللي عشته كلش يعني حتى كان يرثى لها. بعدين يومين ثلاثة قالت لي انتظري أسبوع. أنا في هاي الحالة ما تحملت، فخابرت الدكتورة أخصائية أعرفها، قلت لها هيجي حالتي، دزيت لها الصورة شفتي، قالت لي إنه أنت صار بداية جنجري عندك، روحي طبيب أخصائي بسرعة. فاني بهاي الحالة ما عرف شو اسوي، فتوجهت قبل الدكتورة اخصائية فشيكت حالتي، قالت لي صحيح انه بداية جنجري. فضربتني اوبرا تذويب الفيلر ودت عالج فيه. طبعا اني انصح كل بنية انه ما تروح تسوي فيلر يم اي مركز تجميل حتى لا تعيشي اللي عشته أنا، لأن اللي عشته أنا شيء كلش صعب. وأنا عن نفسي خلاص إنه بعد مستحيل أثق، حتى إذا كان الدكتور ممتاز مستحيل أثق وأودي نفسي ليش تهلكة. شفتي صار أسبوع كامل هي زرقة، ولحد هسه هي زرقة، لأن الضربة مالتها كانت على الوريد، ضربتها غلط فالمكان اللي يوزع الدم منغلق بالفلار، فماتت الشفة. فس حاليا دا اخذ علاجات وبعدها حالتي يرثى لها. ايش قد صار لك تعالج؟ صار لي تقريبا 4 ايام اتعالج. ايش تنصحين البنات؟ والله انصحهم انه ما يروحون لاي دكتوره يسوون الفيلر، وانصحهم كذلك انه مو اي مركز، وانه ما يقتنعون بالحكي، لان بعض المراكز بحكيهم يقنعوك انه يخلوا غصبا ما عليك انه تروح تسوي الشفا مالتك او تضرب فيلر بمكان معين. فانصحكم انه لا تسمعون كلام.